اتفضل. طب وبعد تعالى بقى كده نروح للحاله، خالد. طب تعالى بقى نروح للحاله، بما اننا بنتكلم على الخبرات، لان الحاله اللي تمام معانا النهارده حاله جدليه عملت ازمه كبيره جدا. بس هبدا بالكابتن ايمن لانه حكم مساعد دولي كبير اكيد طبعا، ويعني عدت عليه حالات زي دي كتير. لعبه زي دي واتقالت ان اللعبه دي تسلل، بس وحتى لو مش تسلل، مش يعني فكره اللعبه تسلل او مش تسلل، بس حكم الفار ما رسمش الخطوط، ما عملش اللي البروتوكول بيقول له عليه. وانت عضو لجنه ومسؤول عن المساعدين سواء في الملعب او حتى الاي فار الموجود في العربيه، تحاسب حكم الفار عليها ازاي؟ او تسال ازاي ما رسمتش خطوط؟ طبعا انا بقى عندي ظروف الحاله كلها طبعا، اكيد تابعت احداث اللعبه دي. طبعا اكيد لجنه الحكام بتبقى عندها ظروف الحاله كلها يعني، بصرف النظر عن اللعبه دي، ان طبعا اللعبه دي ما نقدرش نجزم فيها، لان انت في زوايا ظهرت فيها كتير وحاجات كتير. لكن انا النهارده لو عندي في حاجه زاويه ظهرت ان مصطفى رجع من التسلل، في زاويه وسليم، ظهرت ان اكيد انت شفت محمد يعني، لكن في النهايه حكم الفار يعمل ايه؟ حكم الفار لازم يعمل الخطوط. المشكله لازم لجنه الحكام بتعرف هنا الخطا ده منين، دي اوضح شويه، من الفنيين، من حكم الفار. لو حكم الفار عمل خطوط وما طلعش الخطوط يبقى هو عنده مشكله، اللجنه اكيد هتحاسبه. الموضوع سهل جدا، التحكيم سهل، واللي طيب. موجود دلوقتي واللي موجودين دلوقتي الموضوع سهل. مخالفه البروتوكول في اللعبه دي مش اوفر قوي زياده عن الحد؟ ان فكره ان يطلب منك رسم الخطوط وتقول لا مفيش، لا هي بص يا استاذ محمد ما اعتقدش ده معتد. بص انا الظروف، عشان احنا برضو لما نيجي نتكلم احنا مش جوه ومش عارفين تفاصيل الحاله انا بقول لك جوه. التفاصيل، لا التفاصيل جوه، هو ايه اللي خلاه يعمل كده، او هو لو عمل كده عمل كده ليه، او ما طلعتش الخطوط ليه. طب دي مش لكن محتاجه في النهايه، شفافيه شويه؟ في النهايه ان اي حاله لازم يطلع لها الخطوط الخطوط بتاعتها، ولازم تظهر، وده الطبيعي في البروتوكول بتاع الفار ان الحاله تظهر الخطوط بتاعتها لو يعني. انت عضو لجنه ومسؤول عن الحكم المساعد ده، والحكم اللي وعمل الخطوط ما طلعش الخطوط وما عملش الخطوط، طبعا لازم هيتعاقب، لازم يتوقف طبعا. اكيد طبعا هيتعاقب اكيد. بس قبل ما يتوقف او يتعاقب، مش يعلن للاعلام ايه اللي حصل كفنيا؟ اكيد اكيد اكيد. صح، خد بالك خد بالك يا كابتن احمد، عشان برضو ما ناخدهاش ايه، مش عايز اخدها قصه، لا انا بتكلم سين صاد. مش عايز اخدها، لا مش عايز بتكلم، اخدها، انا بتكلم على حاله تحكيميه مش بعيده مش عن مش عايز المسميات. مش عايز اخدها قصه انا انديه بتكلم ولا على جماهير. التحكيم. ما انا هديك حاله تانية يعني. يمكن السنه اللي فاتت كنت قاعد بتفرج على المباراه، وكان استاذ محمد مصلحي من الشخصيات المحترمه جدا رئيس نادي الاتحاد اللي السكندري. انا بعزاه قوي. استاذ محمد مصلحي طلع قال رايه، قال لك لما قال ان احنا قلنا في لجنه الانديه خبير اجنبي وبتاع، وهو في نفس المداخله بعد شويه قام جاب حاله بيشتكي من التحكيم السنه اللي فاتت يعني. اولا كان عنده لعبه هدف لمبولولو، هدف يمكن فاكر كابتن اللعبة اللي كانت من نص الملعب؟ كان اللعبه كانت واضحه جدا، وكانت وحكم الفار الحقيقه كان في مشكله في في عمل الخطوط. في عمل الخطوط جوه يعني، كانت في مشكله في عمل الخطوط جوه. واللعبه انت دي يمكن دي تعتبر يعني جنب اللعبه دي ما تجيش، كانت لعبه لا دي اصعب عن اللعبه الثانيه. كانت لعبه فرقه خالص. الثانيه بالعين المجرده تقول ده تدي بالعين قرارك. المجرد، وساعتها المفروض ان هي ما فيش مشكله، كان لازم في الحاله ديت حكم الفار، لان انت ما كنتش محتاج ان انت تطلع خطوط للحاله دي. كان المفروض ان هو يبلغ الحكم ان الكره هدف، لان لما تبقى حاله مش فيها صعوبه او فيها الحالات اللي هي بتبقى دقيقه جدا دي طبعا لازم يطلع لها خطوط. لكن لما يكون حاله بيرضين ثلاثه حالات مولود، كان لازم ان هم التصرف يبقى ان الكره هدف، وانا كجمهور ما كنتش مستني الخطوط في اللعب في الحاله ديت يعني. طيب لكن الحالات اللي زي دي المفترض ان هي يطلع لها الخطوط طبعا يعني. أكيد.